لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. البحث كان أولا اسمه وسطية أهل السنة في مسائل إيمان الكفر والدين شرعا، وبعد كده اتغير اسمه باسمه مهلا يبعث الإرجاء. مهلا يبعث الإرجاء. وبعد كده هتغير اسمه، مش عارف يبقى الاسم ايه، هتغير اسمه في الرد، مش عارف يبقى الاسم ايه. طبعا مذاهب فكرية، مذاهب أمنية، مذاهب أمنية في الكتاب، في أسماء الكتاب. البحث المفروض ان هو يعني بيتعرض لقضية المفروض ان هي بتخدم، مش بتخدم يعني، قضية المفروض ان امن الدولة يكون احسن له ان هو يساعد على نشر بحث زي البحث ده. لكن الغرض اللي مطلوب في الوقت ده او الحاجة اللي مطلوبة في الوقت ده هو ضرب الكيان السلفي النشيط اللي موجود، حتى ولو كان بإثارة مسائل تحمل شيء من الغلو في التكفير. يعني الامن يقبل ان يبقى في ناس بيروجوا لتكفير تارك جنس العمل، ناس عندهم شيء من المغالاة في مسائل من الكفر، امن الدولة يقبل ذلك في مقابل ان ده هيضعف المدرسة السلفية او الدعوة السلفية اللي موجودة في الجمهورية. وبالتالي نحى في الابحاث ديت مناحي غريبة جدا. يعني كان في اخ عامل بحث غير ده، غير البحث دوت، يعني الاخ دوت حاليا معتقل، لازال معتقل بقى له فترة، يعني داخل على 10 شهور دلوقتي مثلا او على 8 شهور، اللي هو ايام لما انا كنت متاخد في امن الدولة. كان هو الاخ ده كان كنت متاخد عشان الكتاب بتاعه، ان انا كنت مراجع له الكتاب بتاعه وكاتب له ملاحظات عليه، فهو اتاخد واعتقل، والامن راح البتاعة، راح المكتب بتاع الصف، اخد الورد بتاع، اخد الكتابة اللي موجودة على الكمبيوتر، البروفة الاولى والتانية، النسخ الخطية، الصورة اللي كانت موجودة عندي، ما سابش اي ورقة لها عندنا مثلا في البيت عليها كلمة ايمان اخدها، اي حاجة عليها كلمة ايمان اخدها. كان المهم ان ايه ده كان يعني ايه توجه. وساعتها بدروها بان هو الاخ كان كذب عليهم وخبى ان هو بيعمل الكتاب، كان كلام الامن يعني، فهم عشان كده يلقوا افتكروا ان ده كتاب تكفير. بعد كده جيت طلع ربنا قدر البحث ده لما حصلت المشكلة، كانوا هم عرفوه فقالوا ما ينزلش البحث. بعد مفاوضات قالوا ما نطبعش الكتاب يعني. بعد مفاوضات كتير جدا قالوا طب استنى فترة، استنى مدة، وبعد كده ابقى اعرض علينا الموضوع ايه ممكن احنا ننزله. ربنا قدر نزلت الكتاب التاني اللي هو اللي كان معاكم ده، نزلته، فالامن نزل تتبعه في المطابع وقلب الدنيا عليه، يعني اخده من المكاتب ونزل المطابع، اخد الزنكات بتاعته ومكاتب الصف عشان ياخد الكلكات. والغرض اللي مطلوب ان لا يوجد صوت يبرئ الدعوة السلفية حاليا من اي طعن فيها، اي مسألة فيها طعن يطعن على الدعوة السلفية دي، مطلوب ان محدش يبرئ الدعوة، حتى وان كان المسألة اللي انت بتسعى لحربها دي كان الامن بيحاربها زمان. يعني الامن زمان كان عنده حاجة مرعبة ان انت تقول له ده فلان بيكفر تارك جنس العمل سنة 2001 و2002، تقول له بيكفر تارك جنس العمل يروح يمسكه يعمل قضية تكفير. ده بيكفر تارك الصلاة اللي هي خلاف سائغ في القاهرة، كان تكفير تارك الصلاة من 2004 لحد 2006 دي كانت قضية تكفير، كانت حاجة اسمها سلفية تكفيرية. ايه السلفية التكفيرية دي؟ اللي بيكفروا تارك الصلاة تلاميذ الشيخ محمد عبد المقصود، تلاميذ الشيخ سيد العربي وغيرهم، يعني معظم شيوخ القاهرة بيكفروا تارك الصلاة. فاللي كان بيكفر تارك الصلاة كان بيتمسك في الايام دي يستعمل له قضية ويتصنف اسمه سلفي تكفيري، ليه؟ علشان خاطر بيقول كفر تارك الصلاة، كان لان عنده حساسية شديدة جدا من موضوع كلمة كفر، اي حد يقول كلمة كفر يبقى وحش. من 2006 احنا دلوقتي في 2008 السياسة اتغيرت، بقى المطلوب ان هو يتضرب المدارس السلفية ويتضرب الدعوات السلفية، حتى ولو على حساب ان هو يسيب المجال لاتجاهات عندها ميول تكفيرية ان هي تقوى وتنتشر.
اهم حاجه ان يسمح بال ان هو يسمح بالطعن في الدعوه. وبالتالي بقى شيء طبيعي جدا ان انت تلاقي ناس كتب تنزل مثلا. مش محمد انت مش المفروض تحضر معانا هنا؟ مش معانا في المجموعه؟ طب ده ادي اول واحد غاب يا شيخ، عليه 5 جنيه، المفروض ان هو معانا في الدرس. ده ثالث واحد، اول واحد من حيث الغياب، ثالث واحد من حيث التعذير. لا تاخير قصدي، هو ما غابش الراجل بس كده ما اتاخر عن ان هو يبقى معانا في الدرس. ثلاث مرات غياب حسب بتاخير. ثلاث مرات تاخير حسب بغياب. فبيقول السياسه حاليا تغيرت، بقى يعني مباح ان انت توزع كتاب ولو من كتب التكفير الظاهره جدا، زي كتاب مثلا لحد الاسلام بتاع الشيخ عبد المجيد الشاذلي، بقى توزيعه ما فيهوش مشكله، اهم حاجه ان هو بيخدم قضيه التشغيب على الدعوه السلفيه. كتب بقى اللي هي تصدر باسم سلفيين زي اتحاد النبلاء، زي فتح المنان، اي كتاب بيصدر في طعن في السلفيين صريح، طعن في الشيوخ بتوع اسكندريه صريح، ده يعني يفتح له الابواب على مصراعيها. في شيخ اسمه مصطفى سلامه، اظن انتوا بتسمعوا عنه يعني، الشيخ محمد فوزي عارفه كويس. الشيخ ده الامن كان واخد منه موقف شديد جدا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.